بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله الصادق الأمين. يشرفنا اليوم فضيلة الشيخ الدكتور خالد السلطان السلطان في ديوانية فرع رميثية لجمعية حياة التراث الإسلامي رميثية وسلوى، ليحدثنا عن درس مهم جدا يخص الجميع، وهو منهاج السلف بكلمة واحدة، فليتفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، احمده سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما أمر، وأشكره على نعمائه، ولقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أولا نحمد الله عز وجل إليكم أن أعاد هذا اللقاء وهذا الديوان المبارك والاجتماع في هذه اللجنة المباركة، لجنة رميثية وسلوى التابعة لجمعية حياة التراث الإسلامي ذات النشاط المتميز، وهذه اللقاءات الأسبوعية التي تستضيفون فيها المشايخ والعلماء وطلبة العلم والمختصين، وإن كنت لست منهم، ولكن شرف الزيارة في الحقيقة واللقاء بكم هو أكبر بكثير. وأحببت أن يكون لقاءنا اليوم بهذا العنوان، المنهج السلفي أو منهج السلف بكلمة واحدة، وأحببت أن تكون الكلمة هي خاطرة، عنوانها اعرف الحق تعرف أهله، وهذه الخاطرة قد كتبها شيخنا الإمام العلامة السلفي الذي عاش على السلفية ومات عليها، وهو الذي كان شوكة في حلوق المبتدعة والحزبيين من الجماعات كلها بلا استثناء، فضيلة الشيخ أبو معاوية عبد الله بن خلف السبت رحمة الله تعالى عليه. والذي في الحقيقة قد أحزنني كثيرا كلمة أحد من انتسب إلى هذه الدعوة، ولست بصدد بالحديث عنه أو الحديث عن منهجه أو الحديث عن علمه، لا يهمني كثيرا، ولكن الذي استشكلت أن رجل يخرج عند العامة ويجلس في بيت الله سبحانه وتعالى للتدريس أو لإلقاء الدروس والمحاضرات، ثم يأتي بكلمة في الحقيقة يعني لم يلقي لها بالا، وكلمة ثقيلة أو من العيار الثقيل، ولم يزن لهذه الكلمة ميزان، لا سيما وهي في حق الشيخ عبد الله السبت رحمة الله تعالى عليه، ودل في الحقيقة على أنه جاهل، يجهل بهذه الشخصية السلفية الفريدة في الحقيقة من نوعها في وقتنا المعاصر، الذي أدرك كبار العلماء وكان كبار العلماء يعرفونه ويعرفون دعوته وسمته وعلمه ومنهجه وجهاده الكبير في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إذا ذهبت إلى الشيخ بن باز لابد أن يسألك منين أنت، يقولك والله من الكويت، يقول شلون الشيخ عبد الله السبت. أنا يعني أقول أي واحد فيكم التقى مع الشيخ بن باز أظن راح يسأل مثل هذا السؤال، وأنا تكرر معي كثيراً اللقاء مع الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، وكان هذا سؤاله شلون الشيخ عبد الله السبت. وأما إذا ذهبت إلى الشيخ الألباني فالشيخ الألباني يعرف تماماً من هو الشيخ عبد الله السبت رحمة الله تعالى عليه. وعندما اشتد الخلاف بين السلفيين في بعض
المسائل، وذهبوا إلى الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله، وهو الآن يعتبر هو من يعني رأس الهرم في من رجال الدعوة السلفية، ويعرف الشيخ بموثوق العلم والميزان، ويعرف الرجال كما يعرف الرجال، يعرف الرجال كما يعرف الرجال، قصدي يعرف رجال الدعوة كما هو يعرف رجال الحديث. فإذا قيل فلان في سند الحديث يقول لك هو من أي طبقة وما هي مرتبته في الثقة وفي علم الحديث. فكان يأتي ويقول لمن يتكلمون عن الدعوة السلفية في الكويت، يقول تعرفون الشيخ عبد الله السبت؟ يقول نعم. قال هو معهم؟ قالوا نعم. قال إذن خلاص يكفي أن يكون الشيخ عبد الله السبت يكون معهم. تخيل كان يجعله ميزان للجماعة السلفية الحقيقية أو الحقة، والتي تعمل وفق هذا المنهج السليم وتدعو إليه وتنافح عنه. أما أن يأتيك واحد مغمور وجاهل ويتهم الشيخ بأنه هو الذي أسس جمعيات ومنها جمعيات الإخوان المسلمين، في الحقيقة جريمة كبيرة في حق الشيخ رحمة الله تعالى عليه. ولكن أقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وهذه آفة طلاب العلم، هو عدم التثبت وعدم الأخذ العلم كما يقال من أهله، فيفوز أو البعض أو يفرح أن يسمع كلمة من هنا أو كلمة من هنا أو خبر من هنا أو خبر من هنا، ولا يعرف حقيقة الخبر ولا استكمال القصة بأكملها، ثم يتهم الأبرياء من عباد الله المؤمنين. على كل حال، من يقرأ في مثل هذا المجموع، وهو مجموع مؤلفات الشيخ عبد الله السبت رحمة الله تعالى عليه، الذي قمت مع أخي الكريم فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن جمعة الخراز، فجمعنا كل مؤلفات الشيخ التي كتبها في حياته، وقمنا بترتيبها وتنقيحها ويعني تبويب لما يحتاج إلى تبويب، وقدمنا مادة علمية في الحقيقة يستفيد منها طلاب العلم في العالم الإسلامي بأكمله. وإذا أردت أن تعرف منهج الشيخ سراح تقرأ، لأن احنا الآن هذا المجموع ألفناه على من أول مؤلف ألفه الشيخ إلى آخر مؤلف ألفه على حسب المرحلة الزمنية. ودرس اليوم والخاطرة اللي راح أتكلم عنها هي خاطرة قد كتبها في 2006 رحمة الله تعالى عليه، ضمن مجموعة رسالة اسمها خواطر دعوية. يقول في الخاطرة الثانية: اعرف الحق تعرف أهله. يقول إن مشكلة العصر التي يعاني منها الشباب في العالم الإسلامي الآن هي ما يمكن أن نطلق عليه اختلاط المفاهيم. واليوم الموضوع أشد، احنا اليوم في 2021 الموضوع قاعد يزداد ولا يقل، والشيخ كأنه قاعد يرى بأن المشكلة يعني بدأت من عصر مبكر، وأنذر فيها الشيخ بحكم حدث في الدعوة أن هذه تعتبر من أكبر المشاكل اللي تمر على الدعاة. يقول: ولذلك ما من بلد نذهب إليه إلا ويكثر السؤال فيه: مع من نسير؟ أمشي مع منه؟ مع أي جماعة؟ مع أي مجموعة؟ مع أي شيخ؟ كيف نفهم الدين؟ أين الحق؟ يقول: خاصة ونحن نعيش في عصر، طبعاً الشيخ ذاك الوقت ما زال عندنا الشريط الكاسيت، يقول شريط الكاسيت، ولكن طبعاً المقصود من كلام أن ذاك الوقت يعني ما زال الناس يتداولون الشريط، وبعد ما غيروا الآلات الأخرى أو الأشياء الأخرى في الاستماع إلى العلوم. يقول: هذا الذي أصبحت فيه الأقوال تنتشر بسرعة فائقة، وأصبح لا يفرق فيه بين مجلس عام ومجلس خاص، وبين قول شيخ في مجلس يؤصل فيه أصلا، وبين فتوى قالها لفئة قليلة من الناس في مسألة من المسائل، ووافق ذلك قلة علم في الأمة وقلة قراءة مع كثرة كتب. فلذلك وجب على أهل الحق اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم، وعلى علمائهم بالذات أن يتصدروا في هذه المرحلة الحرجة لبيان أصول أهل السنة وتعرية أهل البدع. ورحم الله ابن القيم فقد ذكر فيما ذكره عن أهل الأهواء والبدع بأن كشف عوارهم من الجهاد في سبيل الله. ثم يقول: فأقول نحن الآن ابتلينا باختلاط في المفاهيم وضياع، وأصبح الكل يرفع شعار الكتاب والسنة شعار السلفية،
والكل أصبح ينادي بها، والناس مساكين ما قرأوا الكتب الكبيرة لأهل العلم وما تعرفوا على أقوال الرجال الذين ساروا على درب الصحابة رضوان الله عليهم، فالتبست عندهم الأمور فما أصبحوا يميزون بين السلف حقيقة وبين مدعي السلفية من ناحية، ولا بين المفكرين الذين طغت أسماءهم على الساحات الإسلامية وتحولوا من كتاب مفكرين إلى علماء مفتين. ولذلك أحاول في هذه السطور أن أضع بإيجاز بعض الضوابط والقواعد التي لا بد منها حتى يعرف الإنسان الدرب الذي يسير عليه. والشيخ هكذا في طريقته ودعوته دائما يركز على هذه القضية ويجلي المنهج السلفي بأيسر العبارات حتى لا تختلط على عموم الناس، وخاصة الناشئة اللي أرادوا أن يتدينوا وأن يستقيموا على أمر الله عز وجل. يقول: أول قضية يا إخواني، يجب أن نعتقد جازمين بأن الحق الذي جاء به محمد صلوات الله وسلامه عليه والذي قاتل عليه الصحابة رضي الله عنهم ونشروه في الدنيا هو مثل الشمس واضح، تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء، بينة واضحة. وقال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. واضحة الرسالة ولا يحتاج إلى كثرة فلسفة ولا عمق فلسفي، فإن الصحابة كانوا في غالبيتهم قوم من الأميين لا يقرؤون ولا يكتبون، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمة أمية. ومع هذا كان الدين عندهم من الوضوح والبيان أن يأتي الرجل من أطراف خراسان أو أطراف بلاد فارس أو أطراف الروم ويدخل في الإسلام، وبعد فترة فإذا عقيدته واضحة ومنهجه بين. لماذا؟ يقول: لأنه تلقى هذا الدين من الجيل المثالي الذي تلقاه من المصطفى صلوات الله وسلامه عليه مثل الشمس. إذن يا أخواني، يجب أن نعتقد أن الدين بنفسه واضح، وأن تمييز الحق من الباطل سهل وبين وميسور. ونقصد هنا بالدين بالدرجة الأولى قضايا العقائد، وإلا فقد تغيب بعض مسائل الفقه وبعض مسائل المتعلقة في المعاملات في الفقه على كثير من الناس. لكن معرفة الله عز وجل وأسماءه وصفاته ومعرفة الجنة والنار والخير والشر فميسرة مبسطة، وهي التي عليها الهدى والضلال وعليها دخول الجنة أو دخول النار بالدرجة الأولى. إذن هذا الدين بسيط وليس فيه فلسفة ولا تعقيد، ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم أخذوا الدين على بساطته الأولى، وما دخلوا في تفاصيل المعتزلة والأشاعرة وفلسفة اليونان، وما نشأت عندهم مشاكل لا في القضاء والقدر، ولا ناقشوا أظالم ربنا أم عادل، ما دارت هذه عند الصحابة أبدا. ولما قال لهم ربهم عز وجل: ادعوني أستجب لكم، ما قالوا: كيف ندعوك؟ مرة فوق ومرة أسفل، وإذا نزل من العرش يخلو منه أو ما يخلو، ما ناقش هذا الصحابة، سلموا فطرهم بقول ربهم سبحانه وتعالى، آمنوا بما جاء من عند الله على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليه، من غير الدخول في تعقيدات الأسئلة. الآن تأتي تقول لأحدهم: هذا حرام، يقول لك: ما الحكمة في ذلك؟ يقول: إخواني، لنتأمل كتابات شيخ الدعوة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ونتأمل كتب المعاصرين، تجد المعاصرين إذا أراد أن يشرح توحيد الربوبية شرحه في مجلد، ولا تدري كيف دخل ولا كيف خرج. وكذلك كثير من الشباب يقرؤون كثير من الكتب ما يفهمون منها شيء، ولكن تأتي إلى كشف الشبهات أو إلى كتاب التوحيد أو إلى الأصول الثلاثة، فتجدها كلاما يسيرا مبسطا قويا قائما واضحا، لأن كل كتاباته آية وحديث، آية وحديث مباشرة، فأقام بها أمة رحمة الله تعالى عليه. وأما الآن تسمع كثير من الخطباء ساعة فلا تدري ما هو الموضوع، كما قيل: ينسي آخره أوله. انظروا حتى في الفقه، انظروا قوة العبارة عند الأولين، وقرأوا إن شئتم شرح كتاب السنة، شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله، يأتي بالمسألة ثم ببقية أقوال الأئمة موجزة قوية، فتخرج بفقه ليس فيه فلسفة العلل. وفي زمن الشيخ عبد الله عندما كان يرغب في كتاب شرح السنة قرأناه بأكمله فعلا، كما قال صح هو 11 مجلد،
ولكن إذا قرأته تجد قراءة فيه سهلة وميسرة، وتفهم المسائل من غير يعني تكلف. لماذا؟ لأن طريقته في التأليف هي طريقة السلف رحمة الله تعالى عليهم. يقول الشيخ رحمه الله: إخواني، لنقدم الدين للناس كما تلقاه الصحابة رضي الله عنهم، وقدموه لمن دخل في الإسلام. ما معالم الوضوح التي فيه؟ إذا عجزت عن فهم مسألة فاسأل صاحبك هذا المفلسف: هل هذه قالها أبو بكر أو عمر أو الصحابة أم لا؟ هذه هي العلامة. وكل أهل البدع حتى الذين يدعون السلفية يهربون من مسألة فقه الصحابة. يقول: وإلا كل يدعي الكتاب والسنة، لكن الصحابة هل فعلوا هذا أو ما فعلوه؟ لو جئت الآن أذكر لكم قضية تغيير المنكر أو الخروج، والتي اليوم عمت فيها البلوى، قضية الثورات الربيع والخروج إلى ساحات الإرادة والخروج إلى ساحات للتكلم على الحكومات والحكام. يقول: سيأتي هذا ويأتيك بآيات وأدلة، كلام طويل عريض، لكن قل له: هل الصحابة رضي الله عنهم قالوا بذلك أم لم يقولوا؟ وهنا ينقطع وينتهي، لأنه لن يجد عن الصحابة له سند. لذلك ليس يعبث أن يربط النبي صلى الله عليه وسلم الهداية بما أنا عليه وأصحابي. وهذا هو الميزان. السلفية ميزانها هو قول الصحابة، ميزانها هو فهم الصحابة. ثم يقول السؤال الثاني: لماذا نركز نحن على هذا؟ يقول: لأن الذين يذادون عن حوضه صلوات الله وسلامه عليه يقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فصار معيارنا: هل هؤلاء القوم ساروا على ما سار عليه المصطفى وصحابته، أم أنهم أحدثوا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا سحقا. يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من أناس من أمته، وهو يعرفهم لمواضع الوضوء فيهم، يعرف أنهم مسلمون ولكنهم انحرفوا. إذن كان ديننا بهذا الوضوح وهذا البيان وبهذه البساطة، فلماذا غاب ذلك عن الناس؟ غاب عنهم لسبب مهم، وهو أن الناس قد علقوا دينهم في الرجال، فما صاروا ينظرون إلى المسائل بتجرد، وإنما يقولون: هذا فلان من الناس، هذا الكاتب الفلاني، هذا الإمام الفلاني، هذا المجتهد الفلاني، فعلقوا دينهم في الرجال، ما علقوا الرجال في الدين. هذا أساس المشكلة. الآن الواحد منهم ما يقول لك أين الحق، إنما يقول: الحق مع فلان أم مع فلان؟ لا والله، هذا السؤال خطأ. ليست القضية بفلان ولا فلان ولا علان من الناس، القضية أن نسأل أين الحق. والقاعدة المعروفة قول علي رضي الله عنه: يا حارث، اعرف الحق تعرف أهله. إذن الآن الذي يأتي ويقول: والله الجماعات كثرت والمناهج كثيرة والمشايخ كثيرين، ماذا أعمل؟ أذهب مع هذا أم مع هذا؟ نقول: لا، أولا اعرف الدين، فقد يظهرون لك السلفية وهم ليسوا بسلفيين، وقد تنخدع ببهرج وزخرف من القول غرورا. يقول: آتي لكم بمثال. جرى نقاش في مسألة الصلاة والقيام من أجل الشهداء، فقلنا: هذه بدعة. قالوا: لماذا؟ هذا أجر وقراءة، لعل الله ينفع بها. قلنا: كم أسر من المسلمين عند الروم في وقت الحروب؟ كثير. فهل سمعتم أن أحد من المسلمين دعا إلى صلاة سماها صلاة من أجل الأسرة؟ يقول: ما سمعنا. أما يحبون أسراهم؟ يحبونهم. أما يريدون لهم الخير؟ يريدون. قلت: والله ركعتين في جوف الليل من رجل مغمور بالسر يدعو الله عز وجل أنفع من هذا. يعني أنتم الآن أحدثتم لنا بدعة جديدة، الصلاة من أجل الأسرة، الصلاة من أجل الشهداء، من أجل الصلاة هذه؟ فيقول: حدث للصحابة من أول مثل ذلك، هل فعلوا ولا ما فعلوا؟ ما فعلوا. يقول: إذن إذا اختلطت علينا الأمور ننظر هل فعله الأولون مع دواعي قيامه. ولذلك كما يروى في مناظرة الإمام أحمد عن خلق القرآن وغيره، كان الكلام: هل هذا فهمه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يفهمه؟ بس كان هذا هو الميزان عند الإمام أحمد.
كيف نتعرف على الحق؟ يقول بالعلم، والحق له علامات وأهله لهم علامات. ترى كل هذه الجماعات والمذاهب لها مؤسسون، وأما المنهج الصواب فمؤسسه هم الأولون من الصحابة والتابعين. وعند ذلك صار عندك الآن المعيار مثل ساعة القبلة، يقول تضعها في أي جهة تتجه إلى القبلة. فأنت لما يكون عندك المعيار في أي زاوية توضع تتجه للأصل. ديننا يقوم على الكتاب والسنة وفقه الصحابة. إذا أردنا الكلمة في منهج السلف هي هذه الكلمة، أن ديننا يقوم على الكتاب والسنة وفقه الصحابة. فإذا اختلفت مع الناس في الفهم فارجع إلى هذا، واحذر أن تبني بيتك على دين فاسد. ما هو الدين الفاسد؟ قال هم أهل الأهواء، لأنهم عجزوا أن يهدموا الدين فدخلوا فيه ولبسوا. لذلك لابد من التحذير من كل ما هو مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيخ، كنت أقرأ لأحد الناس يقول لا يغرنك كثرة المترددين على المساجد ولا عدد المسلمين في مكة، وإنما انظر إلى كتب وأفكار أهل الانحراف والإلحاد، هل هي منتشرة في البلاد أو غير منتشرة؟ فإذا رأيتها منتشرة فاعلم أن فيهم ضعفا. يقول أنت الآن فتش في البلاد، فإذا رأيت أهل التوحيد بارزين وأهل البدع منخنسين فاعلم أن الناس في خير. وإذا جئت البلاد فوجدت الموحد مع المبتدع فاعلم أن الموحد في نوم وخذلان. فهذه قاعدة يا إخواني، لا تقوم بدعة إلا وتميت سنة، ولا يرتفع صاحب بدعة إلا على حساب صاحب السنة. فإذا رأيت المساجد قد تمكن منها أهل البدع فاعلم أن أهل الدين في ضعف، هذه سنة لازمة. إذن لابد أن نعرف الانحراف، كما قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني، لأنه لابد أن نؤمن بالله ونكفر بالطاغوت. إذن السؤال الذي يسأله الناس أين الحق، نقول الحق مع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما قال عبد الله بن مسعود، من كان مستنا فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. يقول أحدهم العصر الآن تغير. نقول بأن العقائد لا تتغير بتغير الزمان، والأخبار لا تتغير بتغير الزمان ولا تنسخ، ولا اجتهاد فيها ولا قياس. وصف الله عز وجل نفسه بأنه استوى على العرش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي العهد قبله عهد آدم، وسيبقى هذا الوصف لازم إلى أن تقوم الساعة. بعض الناس يقول أنتم دائما ترجعون الناس للسلف، نحن الآن في عصر جديد. نقول صحيح، نحن في عصر جديد، نناقش الإبلاتين هل له زكاة، نناقش كيف نصلي في الطائرة، شيء جديد نناقشه، لكن توجد ملائكة أو لا توجد، قضية قديمة لا تتغير. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا، يضحك ربنا عز وجل، كلها أخبار لا تتغير بتغير الأزمنة. إذن نحن لما نقول علينا بفقه السلف نقصد بفهم السلف لهذه النصوص. لكن يأتي الآن أحدهم يناقش الصلاة في الطائرة، ما نقول ابحث عن فتوى لأبي بكر الصديق في هذه، أو يأتيني آخر يريد أن يناقش الإبلاتين في الزكاة، ما نقول له ابحث فتوى لعمر ابن الخطاب فيها لأنها جديدة، أو جاء الحاكم وقال وضعنا غرامة على من يتجاوز إشارة المرور، هذه يجتهد فيها الفقهاء ويفتوا فيها. وللأسف المسائل الجديدة إلى الآن لم تعطى حقها من العناية والبحث والاجتهاد، وتركوها وذهبوا يجتهدون في العقائد وفي الأسماء والصفات والشرك والتوحيد التي لا اجتهاد فيها. يعني تركوا المسائل التي تحتاج إلى اجتهاد وذهبوا إلى المسائل التي لا اجتهاد فيها. وهذا هو الفرق ما بين الأطروحة السلفية وغيرها من أطروحات الجماعات الأخرى. يقول إذن لما نقول الناس ارجعوا إلى قول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، ما نقول لهم ارجعوا في المسائل الجديدة التي تحتاج اجتهاد، لأن البعض يلبس على الناس بهذا. بعض الناس
يبي يضحك عليك، ها يقول ها خلاص عيل خلنا نروح ندور في فتاوى أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هل نصلي في الطائرة أو ما نصلي في الطائرة؟ وأنت تعلم الطائرة ما صنعت إلا في العصور المتأخرة. ولكن هل هذا المقصود من الفهم من قضية الدعوة إلى الفهم السلف؟ لا، ندعو إلى فهم السلف في المسائل التي اجتهدوا فيها وتكلموا عنها، أما في المسائل الحادثة فإننا لا نجعلها لمجتهدين هذا العصر لأنهم يعرفون حقائقها ويعرفون وقائعها. يقول: فلا بد يا إخواني من تأسيس الميزان، من تأسيس البنيان. ولذلك لماذا لم تنتشر البدع في الصحابة والتابعين الكبار؟ لأن عندهم قواعد يزنون بها الأمور، فمن وضع الميزان يعرف الحق ويعرف الباطل، بهذا تستقيم لنا بعد ذلك الأمور. فإذا عرفنا هذا وبانه أصبح السؤال التقليدي: مع من أذهب؟ نقول له: اعرف الحق تعرف أهله. ويجب علينا يا إخواني أن نخصص من أوقاتنا وقتا أساسيا نتعرف على أصل ديننا، فلا تكفي هذه المحاضرات العامة، وأن نعطي فضلة الوقت لله عز وجل. قد أقام الله علينا الحجة ووفر لنا الجو المناسب وهيئ الأسباب ورزقنا بطلبة العلم، فما عندنا عذر نلقى الله ونحن ما نعرف الطريق. الآن الإنسان إذا أراد أن يترقى في وظيفته وقالوا نرسلك إلى بلاد الخارج، تراه يترك زوجته وأولاده مقابل درجة، أما يستطيع أن يأخذ إجازة ليتفرق لقراءة الأصول الثلاثة وغيرها من شيء على شيخ يتعلم فيه أصل دينه؟ حتى على الأقل لا يطرد من الحوض، شربه من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أما تساوي عندنا إجازة شهر لطلب العلم فيها؟ والأمر الأخير يا إخواني، إننا يجب أن تكون عندنا غيرة على السنة، فإذا جاءت الغيرة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وطريقتهم دخل في قلبنا مقت وبغض لأهل البدع ولأهل الأهواء، فإذا دخل هذا في قلبنا تعصبنا للحق الذي وفقنا الله إياه وهدانا إليه، فعند ذلك نكون سببا في إعلاء السنة. أما إذا تساهلنا مع غيرنا وتسلمنا الأعذار ليل نهار فلا تظهر السنة. نحن الآن يا إخواني في عصر قام فيه أهل البدع ليل نهار، وما استحوا ينشرون بدعهم ويتكلمون فيها، ونحن نأتي نلتمس لهم الأعذار. نحن لا نقول يضربون، ولكن ليروا منا أننا نكره هذه الطريقة، ليروا من مناشدة وإظهارا للحق الذي نؤمن به، حتى يعز الله عز وجل سنته بسببنا. وهذه والله مفخرة للإنسان أن الله عز وجل يجعله سببا في إحياء سنة وإماتة بدعة، هذا هو الجهاد. فليجاهد أهل البدع ليس بالسيف والخروج عليهم، وإنما يجاهدون ببيان أخطائهم وتحذير الناس منها، ويجاهدون ببيان ما هم عليه من انحراف، وليكن ذلك باللطف واللين والقول الحسن، وهذا مطلب شرعي. لأن يا إخواني ليست قضيتنا فقط أن نقول لعمر من الناس أنك ضال، لا والله، بل من أحب الأمور إلينا أن يهدي الله صاحب البدعة لهذا. وقد يكون هو المسكين ما يدري، رأى المشايخ ومشى على دربهم، فلعل بدعوتنا إياه لينا وشدة ورفقا وقوة يهديه الله عز وجل للدرب. يا إخواني لنظهر الحق الذي كان ظاهرا في عصر الأولين ونتمسك به حتى يعرف الناس أن هذا هو الحق. وأما ذواتنا كأشخاص نقرب من الحق أو نبعد بمقدار ما عندنا من جهد وعمل، فإذا فعلنا ذلك كنا إن شاء الله تعالى من الذين يحيون ما أمات الناس من سنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فيكتب لنا أجر من أحيى السنة، ومن دعا إلى الهدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا. انتهت هذه الخاطرة من كتاب خواطر دعوية للشيخ عبدالله السبت، وأصبح نهاية الكلام منهج السلف ما يتعدى كلمة واحدة: كتاب الله
وسنة رسوله على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الحجة البالغة. فمن سار على هذا الدرب وصل واهتدى ورشد، ومن سار على غيره ضل وانحرف. ونسأل الله الهداية والثبات للجميع. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد، وسامحوني إن أطلت، ولكن أحببت أن أتكلم معكم بلسان شيخنا رحمة الله تعالى عليه، وبخاطرته وبكلامه وقلمه، وأن يكون إن شاء الله له الأجر والثواب بما قرأنا وبما استمعنا. هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد، والحمد لله رب العالمين. محمد، بس بالتابعين وتابع التابعين، نعم، هل يدخلون بالصحابة يعني الصحابة يعني الفهم؟ طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم من القرون المفضلة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهو جيل الصحابة ثم التابعين ثم تابع التابعين. ولذلك أنهم كانوا أقرب إلى زمن النبوة وزمن الرسالة، فكان العهد قريب والنص قريب، ما دخل فيه الانحراف ولا دخل فيه الأهواء، وكانت الأهواء والانحرافات في ذاك الزمن بسرعة يعني يقطع لظهور الحجة السلفية من كلام الله وكلام رسوله وفهم الصحابة. كان في ذاك الزمن كان قوي ومنتشر، وكل فرقة خرجت في ذاك الزمان تصدوا لها التصدي يعني المناسب، حتى قام الله عز وجل بهم الدين والحجة. صار يعني الناس يقول لك والله هم رجال ونحن رجال، ليش يقولون يعني القرآن؟ كلامه يعني عليه تحفظ، خلي يقول هم ذكور ونحن ذكور ما يخالف، أقبل منهم، بس رجال لا، ما هو رجال. الله عز وجل رسوله قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. هذا نزلت الصحابة، اللي بيشوف نفسه أنه رجل كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا، ما أنت رجل مثلهم أبدا. تقول أنت مثلهم بالجنس، أقول نعم، أما بالفكر والعقل والدين فلا. لذلك الله سبحانه وتعالى جعل أفهامهم حجة على الآخرين. يعني الله عز وجل يحاسب العبد يوم القيامة على إساءته في الدين إذا دخل في الابتداع والأهواء، فيقال له كيف فهمت كلامي وكلام رسولي؟ يقول يا ربي هم رجال ونحن رجال، وأنا فهمت على فهمي. يقول الله عز وجل له ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي؟ هل أنت من الصحابة؟ يقول لا. إذن معناها تعمدت أن تترك الفهم، هذا تكبر على الحق، إذن يستحق من الله عز وجل العذاب. ألم يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ وبالإجماع سبيل المؤمنين يدخل فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب المؤمنين. نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ما قرأت في القرآن أنني قد توعدت وهددت من يخالف طريقهم؟ يقول بلى. يقول كيف تقول أنت رجل وهم رجل؟ لا والله أبد. يقول أنا ذكر أقبل منك، بس أقول أنا رجل. إذا تأتي إلى الفكر والعقل والدين، ما أنت من حتى ظفر واحد من الصحابة، ولا نساوي شيء أمامهم. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم علموا الجيل اللي من بعدهم إيش منزلة الصحابة عند الله عز وجل وعند رسوله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد إذا الشمس كورت. قال وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. وأصحابي أمنة لأمتي في أمرين، بوجودهم، بركة وجودهم كانت على الأرض موجودة معروفة، وبركة حضورهم في الفهم بركة على من يقتدي بهم ويتأسى بهم. لذلك شوف السلفيين عبر تاريخهم من بعد جيل الصحابة إلى اليوم، كل واحد ماشي على دربهم تجد عنده من الثبات والقوة والاستقامة والهداية ما لا يوجد عند غيره. شوف بتجرد. بعض الناس يقول شنو يعني أنت يعني أنتوا عالم آخر؟ لا، الله سبحانه وتعالى جعل من بركة الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة الذين اختارهم الله للنبي صلى الله عليه وسلم لأنهم سيحملون دينا قد أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صار من بركته وأثره على العبد
غير في حالته، في استقامته، في أقواله، في أفعاله، في أخلاقه، في آدابه، غير السلفي غير، خلاف المبتدع وخلاف أصحاب الأهواء، هذا لها أثرها. فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما تؤمن. فأقول هذه المقالة هم رجال ونحن رجال، في الحقيقة هذا اللي قاعد يقولها قاعد يجازف، لأنه سيلقى عند الله عز وجل شيء عظيم. لو كانت قضية نحن رجال وهم رجال، فالله عز وجل ما جعل الميزان يعني فهم الصحابة، ولما النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالاقتداء بأصحابه لقال الكتاب والسنة وسكت النبي صلى الله عليه وسلم، عليكم بكتاب الله وسنة رسوله وانتهى الأمر. ليش يحط قيد الصحابة؟ ووضع قيد الصحابة في الحديث عن الفرق، لما الناس كل واحد يقول احنا رجال، طلعت الأشاعر قالوا احنا رجال، معتزلة قالوا احنا رجال، خوارج قالوا احنا رجال، المرجئة قالوا احنا رجال، قدرية قالوا رجال، الجبرية قالوا رجال، 72 فرقة كل واحد يقول احنا رجال. قال صلى الله عليه وسلم إلا من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. قيد الصحابة ما جاء عبث يا أبو محمد، ما جاء إلا لأن هذا وحي من الله عز وجل، مو ترى أيضا مو من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا وحي جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الله يأمرك أن تقول أن الفرقة الناجية هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما قال مثل ما أنا عليه وسكت صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الكلمة قيد يا أبو محمد. فمن العيب أن الواحد يقول يخجل يقول إحنا رجال، لا أنت يكفيك تبي تصير رجل أن تنقل ما نقل الصحابة، هذه قمة الرجولة. الرجل من الناس يعني العاقل من العقلة، ما أتكلم عن الذكورة، العاقل من الناس الرجل الحقيقي كما يقال من المؤمنين رجال صدقوا، الصادق من أهل الإيمان اللي يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة. والنقاش البسيط اللي الشيخ ذكر الآن في هذه المحاضرة، النقاشات البسيطة بيّنت المفهوم. إحنا ما عندنا شيء ترى، لما نقول عهد الصحابة وجيل الصحابة بترجعنا وراء، إيش نرجعك وراء؟ ما كان من المسائل الحادثة يفتي فيها العلماء اليوم، وما كانت المسائل القديمة وكان العلة أو السبب موجود أول وما أحدثوا فيه شيء، إذن معناها اللي فعلوه هو الحق، إذن يجب أن نلتزمه. يعني قضية الثورات اليوم مثلا يقولك هذه مسألة حادثة، لا قلنا مو حادثة، كم صار من ثورات على الحكام ونقمة على الحكام وغير، ماذا فعل السلف من الصحابة ومن بعدهم؟ ما كانوا يتعدون كلمتين، اصبروا راح يتغير هذا الأمر وروحوا انصحوه وكلموا، غير ذلك ما قالوا، ما قالوا طلعوا عليه، معنى المبرر موجود. لا القضية الحديث عن الحكام والحكومات مو في زمن بعد الصحابة، لا في زمن الصحابة حدثت، سواء في عهد الخلفاء الأربعة، طبعا ما سلم إلا عهد يعني أبو بكر وعمر، وبعد عمر انكسر الباب قال إذن لن يعني يغلق خلاص كسر، من بعد عهد عثمان وانت طالع رضي الله عنه، صار في زمن الصحابة أشياء الحاكم والحكومات وكذا، كيف فعلوا؟ التزم اللي فعله، ولمتى؟ حتى يقضي الله أمر كان مفعولا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. الأمر بيد الله مو بيدنا احنا، احنا عبيد لله عز وجل، هو اللي أمرنا بذلك. فعلى كل حال يعني هذه الكلمة وإن كانت هي عبارة صغيرة بس يعني معانيها في الحقيقة خطيرة أبو محمد، فلذلك واحد لا يتجاهلها ولا يحاول أنه يهون يعني من معناها. نعم.